لو الحكاية فيها إن فيتو لو اكتشفت إنها بتشرح مش هتعمل إيه؟ إيه؟ هقتلها بس مش هتنصحها ولا حاجة أكيد الأول أنصحها استجابت معايا تمام استمرت في اللي هي فيه حاجة بس أنا هقول ضغط الواحد لو عارف إن هي بتشرح ماشي لو ما بتشرح حشيش أصلا ده الواحد مش إنسان أصلا يعني أصلا حاجة زي كده الراجل ما يشربهاش يشربها الست افرض ما تعالجتش ايه؟ متعالجتش سيبها فيتو